سوربان للجميع هو عنوان التظاهرة التي نظمتها مؤسسة فيسكوم للخدمات بفندق الورود وسط مدينة البليدة للتعريف ببرنامج سوربان الياباني، مشروع يستهدف الأطفال ما بين 4 سنوات و14 سنة، حيث يمكنهم من القيام بعمليات حسابية مركبة بدقة وبسرعة. يعني البرنامج هذا يعني بما أنه نجح في عديد من الدول المتقدمة وكثير من الولايات في الشرق الجزائري، ارتأينا أننا نقيم تظاهرة ونعرف كل أطياف المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة خاصة القطاع التربوي بهذا المشروع، ألا وهو مشروع سوربان للجميع. هذه التقنية التي نرجو من ورائها أن نطلع ثقة النفس عند الأبناء بأنفسهم، أيضا نستثمر في عقولهم ونقوي التفاعل بين الشق الأيمن والشق الأيسر من فصي الدماغ به يعملوا بكفاءة عالية. برنامج السوربان يرمي إلى تحبيب مادة الرياضيات للأطفال وتنمية معدلات ذكائهم وحاستي اللمس والسمع ومهارة التخيل لديهم، إضافة إلى تطوير أدائهم وقدراتهم الفكرية والعقلية. وماذا بينا يتعمم هذا البرنامج، هذا يتعمم ويأخذ صبغة يعني كما قال رسمية، يعني باش يكون حاجة جديدة وتخدم تلاميذ. أعطانا حاجات ما كناش على علم فيهم، نتمنى أنه الأولياء كما أنا كولية نتمنى أنهم يدوا خبرة، يدوا يستفيدوا من هذا المشروع. جبني اليوم السوربون باش جيت مع بابا باش نثقف شوية باش نزيد تركيز وشوية باش تنمي لي المعلومات. الأولياء وأبنائهم رحبوا ببرنامج السوربان على أمل أن يتم تفعيله والعمل به بالمؤسسات التربوية لرفع أداء أبنائهم وتحصيلهم الدراسي والسير على خطى الدول المتقدمة التي سبقتنا إلى هذا البرنامج الذي أثبت فعاليتها.